أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية بعلم التربية. أكيد أكيد نور، يعني نحن كل يوم أربعة عنا فقرة بتخص التربية، واليوم رح نضيء على العملية التربوية في ريف دمشق. شو هي الخطط الموضوعة، وماذا عن أعمال الترميم والتأهيل، وماذا عن الكوادر التربوية والنهوض بالعملية التعليمية؟ عدد من المحاور رح نطرحها ونناقشها اليوم مع ضيفنا الأستاذ ماهر فرج، مدير تربية ريف دمشق. هلا وسهلا فيك أستاذ، صباح الخير. صباح الخير لحضرتك ليا، صباح الخير نور، صباح الخير للسادة مشاهدي الأخبارية السورية. سعيد جدا اليوم بتواجدي معكم بالفقرة التربوية، وسلامنا من أهل ريف دمشق لكل كوادر الأخبارية اللي حقيقة كما تعلموا يعني تمتد على مساحة جغرافية كبيرة. اليوم في عنا 1750 مدرسة، عنا 850 ألف طالب بكافة مراحل التعليم، عدد العاملين بالقطاع التربوي يعني يقارب 42 ألف. لا شك يعني هاي الأعداد يعني تستلزم جهود كبيرة، تستلزم يعني تكاثف للجهود وتشبيك أيضا مع العدد من الشركاء، وبمقدمتهم يعني وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق. أكيد جهود جبارة عم تقوموا فيها، في استنفار كتير كبير، خصوصا لأنه 10 سنوات من الحرب يمكن أثرت على كل القطاعات، منها القطاع التربوي. لهيك بدي أسألك بالبداية، قمتم بالآونة الأخيرة بأعمال ترميم العدد من المدارس. خلينا نحكي عن خطة وزارة التربية القادمة لاستكمال عمليات الترميم، كيف رح تكون المدارس اللي تم ترميمها بريف دمشق؟ نعرف ريف دمشق كان له النصيب الأكبر للأسف في عمليات التخريب والتدمير من قبل الإرهابيين، خلينا نحكي عن هي النقطة. بالعودة لآذار 2018 يعني بلحظات التحرير بريف دمشق، يعني كنا أمام 400 مدرسة خارج الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب. الآن يعني ضمن سلسلة من الخطط التأهيلية استطعنا أن نصل إلى 375 مدرسة وإعادتها إلى الخدمة ووضعها في الاستثمار مجددا. الآن لدينا خطة لاستكمال باقي المدارس، لأنه يعني المدارس المتبقية هي مدارس يعني متضررة إنشائيا بحاجة إلى وضع بخطة إعادة الإعمار. بالتوازي في عنا خطة استثمارية لتأهيل وصيانة المدارس اللي هي بطبيعة الحال يعني لم يطالها الإرهاب، وبالتالي بالتوازي حيكون في عنا 35 مدرسة بالخطة الاستثمارية. أنا أعتقد يعني اليوم بظل الإمكانيات الموجودة هو إنجاز كبير يعني يسجل للدولة السورية وللحكومة ولوزارة التربية، أنه نرجع نحط عدد كبير من المدارس نوضعها في الخدمة مجددا. نعم، يعني بما أنه عم نحكي عن الترميم، أيضا يمكن كثير من طلابنا بحاجة إلى ترميم نفسي، خلينا هيك نقول بشكل مبسط أكثر عن الشيء اللي مرقوا فيه. يوم التسهيلات اللي عم تتقدم لطلابنا بالريف، الأوراق، الثبوتيات، خلينا نحكي كيف نحن عم نداري يمكن في سنوات هنن ما قدروا يكونوا بالمدارس معنا، كفوا بمراحل متقدمة، عمرهم أكبر من مكانتهم العلمية، كيف فينا نداري هيك طلابنا؟ وشو هو يعني خلينا نقول الترميم يلي عم نعمله من أجل طبعاً هذا الأمر كان جزء من توجه وزارة التربية، أنه نستهدف الأطفال والفتية اللي يعني انقطعوا عن التعليم بمعنى أدق، لم يخضعوا لأي برنامج تعليمي. هدول رحنا باتجاه المناهج التعويضية اللي تم تسميتها مناهج ألفي أباء، وهي مناهج كتير أثبتت كفاءتها وجدارتها، خصوصاً أنه تميزت أنه الطالب يجتاز صفين دراسيين في عام واحد ضمن 4 مستويات تمتد من الصف الأول حتى الصف الثامن. بريف دمشق استطعنا أن نستقطب حوالي 13,000 طالب كانوا خارج أسوار المدارس منقطعين عن التعليم، بالإضافة أنه حققنا إنجاز في العام الماضي أنه جزء كبير من هؤلاء الطلاب وصلوا إلى الصف التاسع ونالوا شهادة التعليم الأساسي، وتم تكريمهم باحتفالية كبيرة أقامتها وزارة التربية. الجانب الآخر هو الجانب الدعم النفسي والاجتماعي، وهذا كان يعني من خلال الجهود اللي تم تقديمها والفرق اللي زارت المدارس ودرست الحالات النفسية والاجتماعية لهؤلاء الطلاب لا سيما بالمناطق المحررة. وتم حقيقة إجراء سلسلة من الدورات، كان لجهة المهارات يعني المهارات الحياتية، كان لجهة التواصل اللاعنفي، جهة الصحة النفسية والجسدية. فكان هذه الدورات يعني بطبيعة الحال
حققت كثير من الأهداف ودمجت هؤلاء الطلاب مع أقرانهم في البيئة المدرسية الحالية. خلينا نحكي عن الناجحين بالمسابقة المركزية لوزارة التنمية الإدارية معينين لصالح وزارة التربية، نحكي عنهم شوي، نسلط الضوء كيف رح يتم التعامل معهم، كيف رح يتم رفضهم لوزارة التربية، كيف رح تتم عملية التوزيع ضمن إطار ريف دمشق؟ من حوالي شهرين يعني تم الإعلان عن أسماء الناجحين والمقبولين يعني بمسابقة التنمية الإدارية، وكان هذا الجهد أيضا يسجل لوزارة التنمية الإدارية. الآن نحن بصدد استكمال أوراق الثبوتية والموافقات، وأعتقد خلال شهر تقريبا بالتنسيق مع زملائنا بالجهاز المركزي بيتم تأشير قراراتهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويباشروا فورا في أعمالهم. لكن أنا هون بدي أشير لقضية أنه نحن استطعنا أن نتواصل مع هؤلاء المقبولين في مسابقة التنمية الإدارية، وتكليفهم يعني دعيني نسميها وكالة قبل الإصالة، والآن هم متواجدين يعني كوكالة تمام، وطمناهم أنه يعني المكان اللي راح تتكلفوا فيه بشكل مؤقت يعني راح يكون هو مكان تعيينكم عند صدور قرارات التعيين. مناسب للسكن؟ أكيد، لأنه نحن لما أخذنا أو تم الإعلان على المسابقة تم الإعلان على مستوى المجمعات التربوية، يعني المتقدم من اللحظات الأولى للحظة التقدم للمسابقة حدد وين المجمع التربوي اللي هو يرغب بالتعيين فيه، وهذا الأمر يعني راعى مسألة توطين التعليم من جهة، وراعى أيضا الحالة الجغرافية. أعتقد رح يكون العدد بحدود 5000 بكافة الاختصاصات، وهذا عدد يعني تحتاجه يعني تربية ريف دمشق تحتاج لهذا العدد، ونحن متفائلين أنه رح يساهم بسد الشواغر والنقص الحاصل بالشواغر التدريسية إن شاء الله. أستاذ ماهر، خلينا هيك ننتقل ونحكي عن الشهادة الثانوية الحرة. أكيد نحن بريف دمشق سامحين إلى الإناث فقط بتقديمها حرة. اليوم بالنسبة لطلابنا الذكور شو هي الإجراءات؟ هل هناك يمكن بوادر أن هنن يقدموها بشكل حرة للشهادة الثانوية؟ أنا بدي يعني أحكي قضية مهمة، خلينا هيك نوضح بالبداية ليش بس الإناث، وخلينا هيك نوضح شو هي يعني الأسباب. هي كانت يعني سلسلة من المطالب يعني من أبنائنا الطلاب الراغبين بالتقدم للشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة. وبالعودة للنقطة الأولى أنه نحن بريف دمشق في عنا مناطق شاسعة، يعني اليوم عم بحكي عن ابن النبك يمكن أحياناً أقرب له يروح على حمص من أنه ينزل على دمشق، اللي بالزبداني بجبل الشيخ، ففي مناطق فعلاً بعيدة عن مدينة دمشق، وهذا شكل عبء لبعض الطلاب، ولازم اليوم بظل الضائقة الاقتصادية وصعوبة التنقل وأجور المواصلات. لذلك اسمحوا لي أنا اليوم يعني هلأ في عنا ب 19-11 رح يكون في عنا اختبار الترشح، اختبار الترشح يعني حاولنا كمان أيضاً المراكز تكون بريف دمشق تراعي التوزع الجغرافي كمان ما يكون في معاناة طبعا للإناث، ولكن بالمقابل في الامتحانات النهائية فقط للإناث في نهاية العام الدراسي للشباب. في نهاية العام الدراسي وهلأ بحكي عن يعني عبر برنامجكم رح يكون في عنا ذكور بريف دمشق ولأبناء ريف دمشق حصرا بعدد من المناطق نعلن عنها لاحقا إن شاء الله. أنتم بتحددوا المناطق؟ بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرية الامتحانات. يعني هيك ما بيكون في ظلم لبعض المناطق فقط الإناث، هو الإناث تخفيف نور العبء لقضية على أشرت لأنه في بعض المناطق في إرهاق يعني بالوصول إلى مدينة دمشق. هلا إذا بدي أقول ابن منطقة الكسوة قادر يوصل إلى مدينة دمشق، ابن منطقة صحنايا قادر يوصل إلى مدينة دمشق، لكن هل ابن النبك قادر يوصل؟ ففي صعوبة بالقلم. هذا القرار دائم ولا ممكن يتغير؟ مبدئيا يعني هي خلينا نقول أولى الخطوات يعني لإدراج الطلاب الذكور كدراسة حرة يتقدموا في ريف دمشق. طبعا بالتوازي في عندنا نحن الطلاب التاسع من يرغب بالدراسة الحرة، فلدينا ذكور وإناث. بس البكالوريا كمان. طيب استاذ ماهر، خلينا كمان هيك نضوي على نقطه ونرجع الى المحور يلي قبل الشهاده الثانويه وهو المسابقات والتعيين. اليوم عم نشوف كثير من الشكاوي انه فرز او يعني
يعني استلام مدرسين من غير الاختصاص لمواد محددة. اليوم هاي المشاكل ايمت بدها تنحل وايمت بده هيك يصير في اختصاص لكل مادة، اختصاص لكل مدرس بما يتلائم مع يعني كفاءته العلمية ودراسته ايضا؟ بتشكرك ليا على الإضاءة على هي الحالة اللي فعلا نحن نسعى إلها، انه يكون عندنا مدرسين من داخل الملاك، مدرسين اختصاصيين يكونوا متمكنين من موادهم ويكونوا موجودين على رأس عملهم بكل المدارس. لكن هذا الأمر قد يختلف يعني حسب جغرافية كل محافظة، كل منطقة. اليوم في عنا مناطق يعني تعتبر نائية أو شبه نائية، ففي صعوبة يعني بالمقابل يعني زملائنا اللي عم يكونوا مدرسين من داخل الملاك ساكن بمنطقة معينة، لما أنا بيجي بعينه بمنطقة بريف بعيد فهذا أكيد يعني فيه إرهاق له، وبالتالي حتكون الشكاوي عكسية. لذلك كان لابد من ترميم يعني هي الشواغر من خلال إما وكلاء أو مكلفين أو خريجين معاهد. هلأ عم نشوف رجعوا يفتحوا المعاهد، عم ناخد الطلاب السنة الثانية والثالثة بالكليات الاختصاصية كمان أيضا، والآن يعني منحناهم وكالة، راتب وكالة. وهذا الأمر يعني أرجو أنه يسمعونا السادة المشاهدين لحتى يتشجعوا الطلاب الجامعيين بأنه يساهموا معنا بالتدريس، لأنه سابقاً كان يتوجس من قضية أنه أنا ما بدي أخذ تكليف ساعات، لأنه يعني الأجور ما بهمها، يعني الأجور عم تكون قليلة، لكن الآن يعني تحولنا أنه نمنحهم راتب وكالة، وهذا الأمر يعني شجع الكثير منهم. تحت سقف تقريباً قد إيه إذا بدنا نحكي عن راتب الوكالة؟ تم تحديده؟ يعني يقارب 140,000، فهذا راتب موظف أعتقد يعني مشجع. الأمر الآخر أنه هذا الأمر يعني ليس يعني عم يكون اعتباطياً، يعني تعيين هؤلاء ليس اعتباطي، وإنما عم يتم بالتنسيق يعني مع الجامعة، مع الاتحاد الوطني طلبة سوريا، نختار يعني الأسماء الطلاب الموجودين عندهم أو الخريجين بما يتلائم مع دوامهم أيضاً بالجامعة. أيضاً الأهم من ذلك هو أنه عم يخضعوا لدورات تدريبية، الموجهين الاختصاصيين أيضاً عم يقيموا عملهم، عم يجروا معهم مقابلات قبل التعيين لحتى يشوفوا مؤهلهم التربوي والأكاديمي وصلاحيتهم للتدريس. وبالتالي يعني هو أمر يعني نحن مضطرين له، يعني أنه نستعين ببعض الطلاب الجامعيين والمكلفين من خارج الملاك حتى نسد الشواغر الموجودة لدينا. طيب خلينا نحكي معك أستاذ عن مدارس المتفوقين بريف دمشق. رح يتم افتتاح مدارس المتفوقين ضمن خطة فينا نقول وزارة التربية ببداية العام القادم؟ لا، توجه يعني وزارة التربية هو للتوسع بإحداث ثانويات متفوقين. خلال السنتين الماضيين استطعنا أن نصل إلى أربع مدارس المتفوقين بريف دمشق، موزعة في صحنايا، في جرمانة، في دوما، وأيضا في جديدة عرطوس. عارفين ضمن الخطة العدد اللي يعني حابين توصلوا له ولا تدريجيا؟ متى توفر مقومات إحداث ثانوية متفوقين فأكيد نحن عم نسعى لإحداثها، توفر المكان، توفر الكادر التدريسي، يعني مراعاة التوزع الجغرافي. فأنا أعتقد يعني اليوم بريف دمشق أربع ثانويات فهو عدد يعني يدعو للتفاؤل، ونحن نسعى للتوسع بباقي المناطق إن شاء الله. يعني دائما بضمن حديثنا عم ندور على مشكلة كتير كبيرة وهي المواصلات، هي التنقلات. خلينا نحكي مع عن الموجهين الاختصاصيين التربويين يلي ممكن يكون عندهم تكليف بأكثر من مدرسة، ما في تعويضات عن التنقلات، يمكن في عبء عم يكون زيادة عن اللزوم عليهم، ما عم يتطلب لتقديم الاستقالة أو الوقوف عن العمل. أنا بضم صوتي لصوتك وبوجه لهم تحية لزملائنا الموجهين الاختصاصيين والتربويين. ماشي فعلا رغم قلة عددهم يعني نور صحيح. يعني طب ليش أول شيء نحن الآن بانتظار إجراء مسابقة لانتقاء موجهين اختصاصيين وتربويين لحتى نزيد ونرفض زملائنا ويساعدون أكيد بتحمل هذه المسؤولية. معقول يكون في موجهين مثلا ببرود ومثلا بجرمانة؟ نعم. في هيك شيء هالمسافة الشاسعة؟ في عندنا موجهين تربويين واختصاصيين على مستوى كل مجمع تربوي، يعني اقصد على مستوى كل منطقة تعليمية. لكن اولا قلة عددهم، نحن بحاجة لمزيد من الموجهين. ثانيا هي مسألة المواصلات، حقيقة في عناء وفي صعوبة، يعني انا بعرف في موجهين تربويين لديهم ما يفوق 300 وظيفة
يعني الحد المحدد لكل موجه هو 75 وظيفة. ففي بعض الموجهين وصل عدد وظائفه ل 300 وظيفة. وبالتالي هذا يشكل عبء. أيضا بالإضافة لحالات التقاعد، لحالات الاستقالة التي حدثت عند بعض زملائنا السابقين، يعني نتمنى لهم التوفيق بحياتهم. أيضا هذا الأمر يعني شكل نقص وعبء. نحن نسعى بقدر الإمكان، يعني وهون بدي يعني أعرج على قضية كثير مهمة بريف دمشق، هي التشاركية مع المجتمع المحلي. الآن لدينا لجان تم تسميتها لجان أصدقاء المدرسة. هذه اللجان أطلقت في العام 2019. يعني تخيلي بالنهاية 21 خلال سنتين حجم المساندات اللي تقدمت من لجان أصدقاء المدرسة إلى المدارس في ريف دمشق بشكل كامل يعني تجاوز 3 مليار ليرة سورية. وهذه المساندات قد تبدأ يعني بمعون ورق وقد تنتهي بصيانة مدرسة. فجزء من هذه المساهمات هو تأمين وسائل نقل، تأمين مواصلات. يعني المجتمع المحلي يتحمل على عاتقه تأمين وسائل نقل للمدرسين والموجهين. هناك بعض المناطق تعطي مبالغ يعني تحفيزية وتشجيعية ضمن مذكرات تفاهم، أيضا تقديم محفزات، ربما سلال غذائية، ربما بعض الهدايا التشجيعية، بما يضمن يعني تواجد المدرس وتأمين يعني الحالة المريحة اللي تراعي وضعه الاقتصادي. وأشار لها نقطة كثير مهمة هي تشاركية، يعني دائما الطمع انه يكون في ضمن خطط وزارة التربية على نطاق اوسع لحل جميع المشاكل، لانه نحن بنعرف الظروف اليوم قديش قاسية وصعبة. لما اقول مواصلات حتى لابن البكالوريا لو كان شاب بده يروح يقدم فحص البكالوريا مكلف، ما عاد المواصلات هي اساسا للاسف. يعني نحن عم نحكي عن موظف عادي صار بكلفه 2000 3000 كنا قبل 4000، يعني ما يعادل راتبه الشهري. طب خلينا نحكي ضمن هي التشاركية مع المجتمع المحلي. أستاذ ماهر، لما قلنا أنه أنت ضيفنا جيتنا كثير من الاستفسارات ومنها مثلاً الأمهات العاملات، أنه في أمنيات مثلاً يكون في روضات ضمن هي المدارس لكل أم عاملة اللي تقدر فعلياً تأمن على طفلة وتحطه بالروضة وتقدر تروح تشتغل. يعني كثير من المدرسين والمدرسات هن يعني عندهم أولاد، فهي ممكن تكون ضمن إطار خطتكم بالتشاركية مع المجتمع المحلي فينا نقول العام القادم. هذا يعني حق طبيعي لكل زملائنا زميلاتنا المعلمات والمدرسات، يعني حالة الأمومة وحالة يعني وجود أطفال بحاجة للرعاية أكيد نحن بناخده بعين الاعتبار. نحن بطبيعة الحال يعني بدأنا، يعني لا نفكر وإنما بدأنا يعني منذ سنوات بإحداث رياض أطفال. يعني إن كان رياض أطفال تابعة لمديرية التربية، الآن لدينا 19 روضة. 19 روضة في ريف دمشق، هي مش ضمن المدارس؟ بناء مستقل. هي ضمن المدارس عشان يكون قراب، ممكن قريبة من المدارس. تتبع لتربية الريف. أيضا هناك رياض أطفال تابعة لنقابة المعلمين، زملائنا أيضا ما عم يأصروا. لكن ما تم تفعيله مؤخرا، وهذا يعني بالإشارة لسؤالك يعني، هو أنه صار في عنا شعب استعدوا للمدرسة، وهي لفئة عمرية يعني للفئة الثالثة أو التحضيري قبل الدخول إلى الصف الأول. صار عنا بحدود 150 شعبة استعدوا للمدرسة، ونحن عم نتوسع بهذا الإطار حتى نشمل كل المدارس. نعم أستاذ ماهر، نحن للأسف وقتنا انتهى، في تساؤلات كثيرة يمكن بتخص كل الناس، أكيد موعودين بلقاء تاني يعني حضرتك من أهل أكيد البيت أكيد. وحتى نجاوب على كل الاستفسارات إن كان للأهل وإن كان للمدرسين، وحتى نلمس أيضا جميع القرارات تكون صارت على أرض الواقع. كل التوفيق. أنا بس بالنهاية بدي يعني أرجع وجه تحية لكوادرنا التربوية والتعليمية، وجه تحية لأهالي الطلاب اللي عم يتفهموا واقعنا التربوي. الحقيقة عم يكون في تعاون كتير كبير، وأرجو يعني أي تساؤل أي استفسار، نحن في عنا صفحة مديرية التربية ممكن يتواصلوا معنا من خلالها، وفي عنا المكتب الصحفي على رقم تليفون أرضي 5411 540، ممكن أيضا يتواصلوا معنا. وأي مراجع نحن بيراجعنا فنحن مرحب فيه ويتم الاستماع له ومعالجته. أكيد جهود كبيرة عم تقوموا فيها وتقوم فيها وزارة التربية، يعطيكم ألف عافية. بالختام بشكرك الأستاذ ماهر مرهج مدير تربية ريف دمشق، شكرا كثير لك. شكرا أستاذ ماهر. شكرا. أهلا وسهلا.